نعم، إن ما جرى اليوم هو اعتداء على شرعية فلسطين، على وحدة فلسطين، على أرض فلسطين. وإن الوحدة الوطنية هي الصمام الأمام أمام كل التحديات. ليس هذا الاعتداء على حمد الله أو على فرج، إنما هو اعتداء علينا جميعاً، لأن تكون هناك دولة اسمها غزة. لكن ليعلم أولاً الاحتلال الأمريكي الإسرائيلي بأننا شعب موحد وتحت راية العلم الفلسطيني وتحت قيادة الشرعية منظمة التحرير الفلسطينية التي قدمت وما زالت تقدم الشهداء والجرحى. لكن لنعلم يا أبناء شعبنا الفلسطيني أن مثل هذه الجريمة البشعة الفاشية النكراء ليست بقليلة وليست تمر مر الكرام. نحن فلسطين ليس بلاد أخرى كما عبث العابثون على أرضها. هذا الشعب شعب العطاء، شعب المقاومة، شعب التضحية بفصائله التي كانت وما زالت وستبقى صمام الأمام للقضية الفلسطينية. فصائلنا هي التي كانت وما زالت. والآن اسمحوا لنا أن ندعو الأخ غسان دغلس إلقاء كلمة فصائل العمل الوطني ومؤسسات وفعاليات محافظة نابلس.